مشاهدي الكرام، مكملين معاكم حلقة النهاردة من هذا الصباح وآخر وقفاتنا الحوارية، واللي هنتكلم فيه وهنحتفل بيه أيضا بالمرأة في الاحتفال في اليوم باليوم العالمي للمرأة في يوم 8 مارس من كل عام. الحقيقة التحديات اللي بتواجه المرأة في العالم بتتشابه جميعها، ولكن بتظل المرأة المصرية هي الأكثر عزيمة وصمود، هي المتفانية في حب وطنها وأيضا المتفانية في الدفاع عن هذا الوطن، لم تخذل وطنها على مر التاريخ. وأكبر دليل على هذا هو مساندة المرأة المصرية للوطن في الحرب اللي بتخوضها ضد الإرهاب، وهي التي أيضا أثبتت وجودها بشكل كبير في الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية. والمرأة المصرية دائما تتسم بالروح القتالية وحب الوطن بشكل لا يطاهيه. من حبها نحتفي من خلال هذا الحوار بالمرأة المصرية واليوم العالمي للمرأة بشكل عام مع الدكتورة أسماء الجيوشي، عضو المجلس القومي للمرأة بالدغالية والمحاضر في أكاديمية نصر العسكرية. صباح الخير يا دكتورة أسماء. صباح النور يا فندم، صباح الخير على كل امرأة في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنا بحب أقول بس لكل امرأة في العالم، أنت عظيمة بكل اللي بتقدميه، أنت عظيمة بكل اللي بتبذليه، وعلى المستوى المصري يكفيكي شرف أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سماكي عظيمة مصر. صحيح، أهمية هذا الاحتفال مش بس للمرأة المصرية ولكن بالنسبة للسيدات حول العالم بشكل كبير. ما الذي يمثله هذا الاحتفال وتخصيص يوم في كل عام خاص للاحتفال بالمرأة على مستوى العالم كله؟ أنا عايزة أبدأ بس كده بنبذة صغيرة عن ليه يوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة. تمام. إحنا في عندنا في 1856 كانت أول احتجاجات في الولايات المتحدة على من خلال عاملات النسيج على الشكل وظروف العمل القاسية وعدد ساعتها وظروف العمل اللي موجودة، وبدأوا في هذه الاحتجاجات بشكل سلمي، كان من خلال رمزين، رمز الخبز اللي هو بيؤدي إلى طموحهم في العدالة والمساواة والحياة الكريمة، والورود اللي بتمثل السلام العالمي. وتم إخماد هذه الاحتجاجات، وبعد كده حصل في جد بعد كده حصل نفس الاحتجاجات تاني برضو كان في الولايات المتحدة في 1908، والمرة دي قدروا ان هم يوصلوا لحقوقهم ويحسنوا حالة العمل والقوانين علشان تكون في صالح عمل المرأة. وكان أول احتفال كان خلال 1909 في يوم 8 مارس، ومن يومها وإحنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة اللي بيمثل ثلاث عناصر رئيسية: نجاح المرأة في الحصول على التأكيد على وجودها وبالتالي الحصول على بعض من حقوقها في المجتمع، 2 محاولة تسليط الضوء على جهودها الحقيقية اللي موجودة في العالم واللي محدش يقدر ينكرها، 3 تعديل المسار المجتمعي سواء التنموي أو السياسي للأفضل من خلال تواجدها في المجتمع بشكل كبير. وعايز أقول لحضرتك أن المرأة المصرية هي من أفضل النساء على مستوى العالم، لأن وقت ما كان معظم السيدات في العالم بيتاجر فيهم رقيق أبيض، كانت المرأة المصرية بتتعامل كملكة من وقت الملكة حتشبسوت. حاليا احنا بنقدر ان احنا نقول ان المرأة على مستوى العالم قدرت تصل الى 50% من فرص العمل في مقابل 75% فرص للرجال، ولكن قدرت ان هي تحقق كتير من المساندة المجتمعية، المساندة على المسار السياسي، المساندة على المسار التنموي، وفي نفس الوقت قدرنا ان احنا نحقق ما يسمى بالعدالة الاجتماعية على حد ما في كتير من المجالات. ولكن اليوم العالمي للمرأة بيمثل لينا كسيدات على كل المختلفات، مختلف المستويات العمرية والاجتماعية والثقافية، حاجة مهمة جدا هي النظرة للماضي، للاحتفال بكل ما تم الحصول عليه من حقوق، 2 استمرار في النضال في الحاضر، 3 أمل جديد في مستقبل هنحصل فيه على أفضل وأفضل لأننا جزء كبير من المجتمع. تمام، هنتكلم أكتر عن إنجازات المرأة وما حققته وما تطمح إلى تحقيقه أيضا في المستقبل، ولكن نتوقف لدقائق لمتابعة مجموعة من أخبار الاقتصاد. مشكورك مصطفى على هذه الباقة الاقتصادية، وبرحب مرة تانية بضيفتي الدكتورة أسماء الجيوشي، عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية. برحب بك مرة تانية دكتورة أسماء. أهلا بحضرتك يا فندم، أنا تنين للأخبار. أهلا بيك، منورانا يا فندم. كنا بنتكلم عن إنجازات المرأة، وحضرتك يمكن سردت لنا تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. نتكلم عن المرأة في مصر، تقريبا تعداد المرأة في مصر حوالي 46 مليون نسمة، تقريبا نسبة 48%، أقل من النص بشوية صغيرة يعني. حضرتك شايفة تأثير المرأة بشكل عام في المجتمع المصري وصل لفين؟ أنا شايفة أن هو تأثير وصل للعمق بشكل كبير جدا، لأن إحنا دلوقتي على محور الاستراتيجية والأمن القومي اللي بتمثل لنا الحصانة الفكرية والنفسية والاجتماعية هي المرأة المصرية. المرأة المصرية هي اللي بيجي لها ابنها وزوجها وأخوها شهيد،
فبتقدر ان هي تتماسك وتصل لمرحله من التفاعل النفسي اللي بيخليها صمام امان وايقونه للمجتمع بتكمل بيها مسيره التنميه. المراه المصريه هي اللي بتكون المراه المعيله اللي بتقدر ان هي تدفع كل ما تملك من طاقات فكريه ونفسيه وبدنيه واداريه علشان المنظومه الاسريه كلها تنجح، حتى لو كان ده على حساب نفسها وعلى حساب حاله التفاني المستمره اللي بتؤدي في النهايه لاستخلاص طاقتها واستهلاكها بالكامل. المراه المصريه هي الفتاه اللي بتبدا من وهي لسه صغيره طفله في الحضانه لغايه لما بتوصل لاعلى درجات التعليم، وهي مثال يحتذى به وقدوه للعالم العربي بل والعالم كله، لان على المستوى الدولي المراه المصريه بتحظى بمكانه علميه وفكريه وسياسيه واجتماعيه عاليه جدا. تاثيرها في المجتمع لو اتكلمنا في الجانب السلبي هتلاقي ان معظم الافات المجتمعيه اللي ممكن تصيب اي اسره مصريه او اي شريحه من الطبقات المصريه بتكون سببها خلل في النموذج النسائي. اما بشكل مستعرض، اي من خلال بعض الهزات النفسيه او الاجتماعيه او الفكريه اللي بتحدث للمراه المصريه في هذه الطبقات، او بيحصل نوع من السيطره الفكريه وغسيل المخ والتجنيد الفكري للمراه، فبالتالي بيصبح سهل جدا عمليه التغلغل المجتمعي والتخلخل القيمي اللي موجوده فيه. والدليل على كلامي ان احنا دلوقتي عندنا من اهم عناصر الاستقطاب الفكري للجماعات الارهابيه وجود المراه. فبالتالي تواجدها على المستوى الايجابي والمستوى النفسي من خلال أدوارها الاجتماعية المتكاملة بيؤدي إلى نجاح عملية التنمية بشكل كامل. في كل أدوارها بقى، في دور الأم، في دور الأخت، في دور الزوجة، في دور الحبيبة، في دور الإبنة، في دور الزميلة، في دور الصديقة، في دور المعلمة، في دور الأستاذة، حتى على المستوى الإداري بيشهد لها الجميع بالكفاءة الإدارية. معلش عايز أقف شوية عند التأثير السلبي للمرأة ده، إزاي يعني عايز أعرف مثال مثلا إزاي ممكن المرأة يكون لها يعني تأثير سلبي على المستوى الاجتماعي من خلال عرض السرطان. في بعض الأفكار اللي ما زالت للأسف مستمرة مثلا عندنا فيما يسمى بعملية الصقر. عملية الصقر للأسف بعض السيدات وليس الكل، أنا بقول بعض، ما زال تأثيرهم الفكري بأن الصقر أهم من حياة أبنائها، وبالتالي الشكل العائلي للأسرة لما بيكون في داخل هذا التجنيد الفكري المنحرف لبعض السيدات لتغليب العادات والتقاليد على الأفكار والسلامة والأمن القومي يصبح هنا في خلل ودور سلبي للمرأة المصرية على التأثير العام لأمن المجتمع. بالنسبة للحالة الاقتصادية، لو احنا اتكلمنا عن مرأة معيلة ايجابية بتقدر ان هي تكون دافع لأبنائها بشكل ايجابي، بتخليهم يشتغلوا في اي مهنة بدون اي نوع من التشويه الاجتماعي للصورة الاجتماعية بان في مهن اقل ومهن اعلى. لو لها تأثير سلبي في بعض الطبقات هتلاقي ان هي تفضل بطالة ابنائها عن مساعدتهم في الانتاج الفني او الانتاج الاقتصادي بكافة مستوياته داخل المجتمع. يبقى في الحالة دي انا عندي المرأة عندما يتم تكوينها فكريا بشكل ايجابي تستطيع ان تكون اداه حقيقيه لتنميه المجتمع. انا عندي في المجلس القومي للمراه في مشروع رائع تم تبنيه من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس القومي للمراه دكتوره مايا مرسي، اللي هو مشروع توفير بطاقات الرقم القومي لسيدات مصر. انا بيحصل عندي دلوقتي ان انا بجمع استمارات من كل اللي لسه ما اتعمل لهمش بطاقات رقم قومي او تم انتهاء بطاقة الرقم القومي بالنسبة لهم كمدة، وبالتالي أنا هنا بعمل لها كيان في المجتمع. المشروع ده بيخليني أن أنا بجمع استمارات، بعمل لهم مأمورية تصوير من خلال فروع المجلس المنتشرة على محافظات مصر كلها، باخد المأمورية دي بروح بمندوب للفرع إلى المكان اللي بيحصل فيه إصدار البطاقات وما بيتكلفوش ولا جنيه. هنا أنا بدي كيان للمرأة المصرية من أول البنت اللي لسه 16 سنة لغاية الست المسنة اللي ربما يتم إغفال حقها في تجديد بطاقتها. هنا في الحالة دي البطاقة الرقم القومي بالنسبة لي كيان إنسان، كيان يستطيع من خلاله أنه هو يطالب بحقوقه ويؤدي واجباته. هل نسبة كبيرة من السيدات لسه ما يملكوش بطاقة رقم قومي أو رقم قومي منتهية؟ بعد المشروع اللي احنا بدأناه ده في 2017 بقى النسبة دي قابلة للحصر ونسبة بقت ضئيلة جدا، وفي عدد يعني وصل لملايين من بطاقات الرقم القومي، واحنا على مشارف دلوقتي انتخابات رئاسية. عايزة اقول من خلال قناة النيل الاخبار ان المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه في محافظات الجمهورية بينادي كل امرأة مصرية من سن 16 سنة فما فوق ان هي تتوجه لاقرب فرع للمجلس القومي للمرأة لاصدار بطاقة بدون اي تكاليف. ليه؟ لان انا عايزة اقول للمرأة المصرية ما تتنازليش عن حقوقك
لان انت بلا بطاقه بلا كيان، انت مش موجوده في الدوله، وبالتالي انا هنا هقدر ان انا اطالب بحقوقها، اطالب بابرز انجازاتها، اقدر اخليها تادي واجباتها، وفي نفس الوقت ما يقدرش حد في المجتمع ان هو يجني على حقها الرئيسي في اختيار مصيرها، حقها في صندوق الاقتراع. ده مش مجرد حاله سياسيه عامه، ده احنا بنتكلم ان 20% من الانتخابات او ممن يقوموا بعمليه الانتخابات في الانتخابات الرئاسيه الاولى في الفتره الاولى كانوا سيدات، نسبه لا يستهان بيها. وفي الاهم، لو انا بتكلم في ادوار المراه المصريه، يبقى انا النهارده بتكلم في تاثيرها العميق على تفكير من حولها، على اصدقائها، على احبائها، على اقاربها، على اسرتها، على محيطها في العمل، على محيطها في السكن، على محيطها في التاثير الاجتماعي، على محيطها الاسره الكبيره مش بس الاسره الصغيره. يبقى انا بتكلم هنا فيما يسمى عندنا اكاديميا بقاده الراي العام. يبقى انا النهارده المراه المصريه في ادوارها الثلاثه اللي هي داخل المنزل، خارج المنزل، وفي المؤسسات العمل او المؤسسات السياديه، هي بتمثل قاده راي عام، بتقدر ان هي تغير لي مسار الراي العام بالكامل، اما ان يكون مع الاستحقاقات السياسيه، واما ان يكون ضد شرعيه هذا المسار السياسي الكامل اللي بيشهد ليه العالم كله بان هو مسيرة بناء ومسيرة تنمية ومسيرة حضارة قدرت ان هي تبذل فيها المرأة المصرية مثال يحتذى به. انا عايزة اقول لحضرتك ان في كاتبة كويتية بتنادي بان لو كان للدول الاخرى حق الاختيار في الانتخابات في الفترة القادمة ستكون المرأة العربية مساندة للمرأة المصرية. لماذا؟ لان انا عندي المرأة المصرية قدرت ان هي تثبت تواجدها في العالم كله، قدرت تثبت ان هي قد المسؤولية، قدرت تثبت ان هي من ضمن الست وزارات اللي تم استحقاقها في الفتره دي من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولسه هنستمر. قدرت تثبت ان هي نجحت كقاضيه، وقدرت تثبت ان هي نجحت في يعني المجال القضائي ده من المجالات الشائكه جدا، في مجالات اقتصاديه، في مجالات السياسه الخارجيه، في مجالات الطبيه، في المجالات التعليميه، في المجالات الفكريه. انا عايزه اقول لحضرتك ان المراه المصريه بلا مبالغه قدرت ان هي تؤدي الدور اللي بيسمى في الحرب النفسيه بالقوه الناعمه. قدرت توصل ده من خلال تواجدها داخل الدراما، تواجدها داخل الاعلام، تواجدها داخل البرامج. قدرت كمان ان هي توصل ده من خلال الشهادات العلميه اللي موجوده، من خلال البعثات الدراسيه اللي موجوده، قدرت تمثل ده من خلال وجودها كسفيره في العالم كله. على فكره السفيره ده مش مسمى دبلوماسي. المرأة المصرية لما بتخرج بره مصر مجرد تعاملها بس داخل الأطر الطبيعية في الحياة العادية بعيدا حتى عن العمل بتؤدي إلى نوع من السفارة الجيدة والصورة الذهنية المشرفة للمرأة على مستوى العالم كله. وعايز أقول لحضرتك إن في بعض الدول بالنسبة لهم إن هم يسمعوا بس اللكنة المصرية حتى لو في لغتهم هم حالة من الصفاء والجمال والارتياح النفسي بنوع من التقدير والاحترام، بلا اي سخريه، بالعكس ده نوع من التقدير والاحترام والحب. وايضا تلاقي ان كلمه ايجيبت بره مصر نوع من الحضاره الحقيقيه. صحيح. مختلفه تماما عن اي حضاره ثانيه. ويكفي ان احنا على المستوى الاستراتيجي احنا نعتبر حماه المنطقه ككل، مش بس حماه الوطن اللي موجودين بالنسبه لنا، يعني احنا الدوله الوحيده اللي المراه المصريه فيها لما بتيجي تتقبل موضوع التجنيد بالنسبة لمن يحيطوها من رجال في الأسرة بتتقبله بشكل إيجابي للغاية. صحيح. يعني بيبقى يعني منبع فخر ليها جدا. صحيح. منبع فخر، منبع تأييد، ومنبع مساندة بشكل عالي جدا. صحيح. بتتعامل مع فترة التجنيد حتى مع أبنائها اللي هم يعتبروا يعني جزء من روحها على أن دي ده واجبها نحو وطنها. صحيح. على أن هي بتؤدي فعلا دمها هي مش حاجة تانية. يعني احنا لو بنتكلم على ان الجندي بيدفع دمه علشان يحمي وطنه، فالمرأة المصرية بتدفع دمها لهم ولادها وبكل رحابة، يعني لا يوجد في العالم. بنشوف ده دلوقتي بالتأكيد في حربنا على الإرهاب في سيناء، كم الأمهات والسيدات. أنا أقول لحضرتك بعد الحادث الرهيب الإرهابي البشع اللي حصل في بئر العبد، كان في جهود للمجلس القومي للمرأة لمواساة أسر الشهداء هناك، طبعا بالإضافة للمساندة اللي كانت موجودة في الدولة. كنا نقابل بالزغاريد، احنا بنتكلم في شهداء عند الله سبحانه وتعالى، حالة رضا نفسي غير طبيعية، حالة استجابة معنوية واردة، وإيمان كلي بالقضاء والقدر، وإيمان أكثر
بأن صحيح. حق هؤلاء الشهداء لن يضيع للحظة ما. كنا نتوقع زي ما بيمر بأي إنسان أنه هيفقد الثقة القدرة صحيح. على القيادة السياسية أنه هو مش هيقدر يرجع الحق ده. إحنا اتفاجئنا بالعكس تماما, ان في تأييد وفي صبر وان في دعم وان في صبر وان في دعم, يعني دعم نفسي كبير جدا صحيح. مش ظاهري بل عميق وداخلي من المرأة السينوية اللي ضربت اروع الامثال. ده كان في اسر في هذه المنطقة في قرية رودا بالكامل, الاسرة انتهت, الرجال اللي في الاسرة انتهوا من الجد للحفيد, ومع ذلك وجدنا حالة من الصفاء النفسي والثقة في القيادة السياسية, وده كان أكبر حافز للعملية الشاملة في سيناء 2018 صحيح. واللي أدت بالفعل إلى عملية الحصار اللي موجودة دلوقتي للعناصر الإرهابية المندسة داخل شعب سيناء الأصيل. وعايز أقول لحضرتك أن من أهم عناصر نجاح العملية الشاملة في سيناء دلوقتي, طبعا رقم واحد بالنسبة لنا وتحية كبيرة مننا كلنا من كل امرأة مصرية للقوات المسلحة والجيش المصري الباسل, لكن التعاون اللي حصل مع المرأة السيناوية في صمودها وفي تفاعلها وفي إبدلائها بالمعلومات وفي عدم إخفائها لأي عنصر من العناصر حتى لو كان لا قدر الله من العناصر اللي تم التغرير بيها داخل هذه الأسر أو من العناصر اللي تم التغرير بيها في إطار محيط هذه الأسر. طيب وإحنا مقبلين على استحقاق سياسي مهم هو الانتخابات الرئاسية المقبلة, لازم نتكلم عن حملة صوتك لمصر بكرة اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة. أهمية هذه الحملة وأهدافها؟ هي أولا لها خط استراتيجي في التخطيط عالي جدا من خلال الملتقيات الإقليمية للمحافظات القريبة, يعني محافظات الوجه البحري, محافظات الوجه الإبلي, محافظات الوسط, محافظات الشمال, محافظات الجنوب وهكذا, وعملية اللقاءات اليومية من خلال الندوات المجمعة في المراكز, الندوات المجمعة في مراكز المحافظات وفي القرى وفي النجوع وفي الكفور وفي الأماكن البعيدة, عملية تفصيل تنظيمي غير طبيعي موجود بحيث ان احنا نصل لكل امرأة مصرية علشان نديها عملية الوعي السياسي وأهمية المشاركة السياسية وأنها لابد ألا تتنازل عن حقها في صندوق الاقتراع حتى يصبح صوتها في صندوق الاقتراع هو صوتها لمصر, لأن مصر بالنسبة لنا في المرحلة السياسية والاستحقاق السياسي القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية والفترة القادمة هو استحقاق سياسي لمزيد من إنجازات المرأة, لمزيد من حقوق تحصل عليها هذه المرأة المصرية. وفي نفس الوقت على في الحملة, حملة صوتك لمصر بكرة, بجوار الندوات واللقاءات المجمعة واللقاءات البسيطة والتخطيطية من على مستوى جميع المحافظات في نفس التوقيت بخريطة زمنية تفصيلية, في حملات طرق الأبواب. الحملات دي عبارة عن الوصول باستمارات خاصة بكل احتياجات المرأة المصرية وبتفتيح التحصين النفسي والفكري وتوضيح الأفكار وتبسيط الحياة السياسية بالنسبة للمرأة المصرية, رفع مستوى التوعية والمشاركة لها. نحن لا نتكلم فقط عن مستوى انتخابات رئاسية لمرحلة حالية, ولكن نحن نتكلم عن وعي بمعنى الانتخاب الرئاسي على كل المستويات. أيضا نحن نمهد في هذه المرحلة العملية رفع الوعي السياسي للمرأة المصرية البسيطة قبل المثقفة والفقيرة قبل الغنية والضعيفة قبل التي يمكن أن تتوفر لها بعض فرص العمل أو القوة الفكرية أو القوة الاجتماعية. نحن نلعب على تكتل المرأة المصرية بكل فئاتها العمرية, بكل فئاتها الاجتماعية وبكل مناطقها الجغرافية علشان نقدر أن احنا نصل للمرأة المصرية بدون أي تشويش, بدون أي تضليل من جماعات مغرضة, بدون أي تأثير من إعلام مضلل, بدون أي محاولات لإغراق المرأة المصرية في مشاكلها فتصبح دفينة وأسيرة لمشكلاتها النفسية ومشكلاتها الاجتماعية وبعيدة كل البعد عن الحياة العامة اللي هي جزء أصيل من مشكلاتها اليومية. أعتقد أن المرأة المصرية دلوقتي أصبحت من خلال المجلس القومي للمرأة والمؤسسات السيادية والمؤسسة الرئاسية اللي بتعلن جيدا مدى عمق وأهمية وواجبات وحقوق المرأة ودورها في التأثير السياسي للمجتمع, إن هي عنصر أساسي وفعال. وبالتالي التنسيق اللي بيحدث من خلال المجلس القومي للمرأة مع الإدارة المحلية, مع المحافظات, مع مراكز المراكز والقرى ورئاسة مجالس المدينة اللي موجودة وإدارات ورئاسة المدن والقرى, بتؤدي إلى عملية تخطيط شامل لخريطة ربما تكون في الظاهر أنها خريطة مستعرضة ولكنها في الحقيقة هي خريطة
عميقة ورأسية لأنها تستطيع أن تصل من أقصى الهرم التنظيمي من أعلى رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أبسط امرأة مصرية حتى من داخل المدارس. نحن لم نغفل المدارس ولا الجامعات ولا مراكز الشباب ولا البيوت، وأيضا استطعنا من خلال أعضاء المجلس القومي للمرأة بكل فروعه تغطية من خلال الرائدات الريفيات اللي لا يمكن أن احنا نغفل دورهم، على الرغم من أن هم ما عندهمش مستوى ثقافي وتعليمي عالي إلا أن هم بيستطيعوا أن يكونوا نبض حقيقي للمرأة المصرية في الشارع. الحقيقة يعني مكتسبات وإنجازات كتير ما حصلت عليها المرأة المصرية في الفترة الأخيرة في ظل تحديات كتير ما زالت قائمة، ونتمنى أن هي المرأة المصرية والمرأة بشكل عام تقدر تتغلب على هذه التحديات. كل عام وحضرتك طيبة وكل السيدات بخير. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الدكتورة أسماء الديوشي عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. أشكرك يا فندم، وكل عام والمرأة المصرية والمرأة بخير في العالم كله، مزيد من التألق مزيد من النجاح لكل امرأة مصرية إن شاء الله. وبكده مشاهدينا الكرام بنكون وصلنا لنقطة ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح، نرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بكل محتوى هذه الحلقة. غدا بإذن الله حلقة جديدة ولكن مع أسرة عمل جديدة، فإلى اللقاء.